عموما عايزين برضو نروح مع حضراتكم لخبر مهم جدا عن النادي الاهلي. طبعا اداره النادي ارسلت خطاب لاتحاد الكوره بتطلب فيه تحديد موقف كل اللعيبه الجداد فيما يتعلق بمساله مشاركتهم في كاس السوبر المصري في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء اللي ممكن يكونوا حصلوا عليها او اي حد منهم يكون حصل عليها اثناء تواجده مع فريقه السابق. طلب النادي الاهلي من اتحاد الكوره سرعه الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونيه واللائحيه لكل هؤلاء اللاعبين. وكان الاهلي كمان تعاقد طبعا زي ما حضراتكم عارفين مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، طبعا مع الاخذ في الاعتبار عوده احمد عبد القادر وعمار حمدي بعد ما انتهت فتره الاعاره الخاصه بيهم.